طبعا وبنتكلم عن دوري الدرجة الثانية، وتحديدا بقى سألت حضرتك قبل الفاصل عن نادي المنيا. هل المنيا كده بعد تماما وخلاص ما بقاش موجود في المنافسة، ولا لسه بدري على الكلام ده وحاليا موجود في المركز الخامس بعد 12 جولة مع 20 نقطة ويبعد عن المركز الأول 7 نقاط؟ طبعا هو رقميا لسه بدري قوي، لكن المنافسة في الدرجة الثانية بالذات عودتنا ان اللي بينافس ويعدي ويستمر صعب ان حد يلحقه. لكن المنيا كان بادئ بدايه كويسه قوي، زي ما بقول لك من اول 6 اسابيع هو اول، وهو طبعا كان كسبان اسوان في اول الدوري وماشي ما فيش حد قصاده يعني. ولكن التعادلات، في 3 تعادلات متتاليه حصلوا معاه، وكل مباراه من المباريات دي اهدر فيها ركله جزاء في وقت قاتل. يعني كان كفيل في ال3 مباريات دول، بدل ما خد 3 بونت كان هياخد ال9 بونت، ودي فرقت معاه. ال6 بونت دول فرقوا معاه كتير جدا، كان يدوه في مركز اول، فكان هيفرقوا معاه كتير، دول اللي فرقوا معاه. وطبعا بدلك هم عندهم فرقه كويسه، كابتن شديد عامل فرقه كويسه، لان هو كان مستمر معاهم من السنه اللي فاتت. لما تولى المسؤوليه قدر ان هو يحطهم في شكل كويس، ولسه فرصتهم موجوده بعد رحيل كابتن شديد كمان، يعني لسه الفرصه لسه رقميا لسه. لكن هل الاداره عايزه؟ هل الاداره هتكمل؟ هتدي مستحقات للعيبه؟ ده سؤال مهم جدا. واصلا كده كده مش عارف ايه السر في ان تحديدا فرق الصعيد لما بتصعد دوري ممتاز بتهبط بسرعه. بتهبط بسرعه، ما هي الامكانيات. الامكانيات وطموح الادارات يعني زي ما بيقولوا. انت النهارده اصل انت بتصرف، انت بتصعد ب 10 مليون. هتيجي محتاج 100 مليون على الاقل، من 10 ل 100 مليون في الدوري الممتاز. طب ال 90 مليون دول هتجيبهم ازاي؟ هل هتاخد من الشركه الراعيه مثلا 10 20 مليون؟ لو جبت لعيب ال 20 مليون دول، لو جبت بيهم لعيبه يبقى في متوسط اللعيب من 400,000 ل 500,000. لو انت عندك طموح هتحاول تصرف وتجيب فلوس وتصرف اكتر علشان تفضل مكمل. بالظبط. انا اقول لك مفاجاه، في فرق مش عايزه تصعد بشكل غير مباشر. ازاي؟ انا ماشي كويس قوي كده والدنيا ماشيه حلوه واعضاء النادي مبسوطين بيا، انا عامل لهم شغل كويس قوي. لكن الكره لما بتظهر للنور بتحتاج مصروفات جامده جدا، فانا هضطر ان انا اوفر الموارد دي. طب انا عجزت عن توفير الموارد ده، يبقى انا فشلت. لا، يبقى انا عندي مثلا، ده كلام مهم جدا طبعا. يعني معنى كده ان في ادارات انديه في الدرجه الثانيه هو مش عايز ولا يهبط ولا يصعد، انا عايز افضل موجود في الوسط. بالظبط كده، بالظبط، مش فارقه معاه.